We're back, baby! غريبة بداية هالفيديو شوي ما؟ صراحة هي غبية شوي هالبداية. إذا أنت كنت شايفة غبية بس مع ذلك ناوي تكمل هالفيديو، معناتها أنت أوريدي بتشوف بأنه الذكاء ممكن يتخصص أو يتحدد، فمنظومة وحدة ممكن تتصرف بشكل ذكي بمحلات معينة بس تكون غبية بمحلات تانية. وهذا الشيء اللي نحكي عنه اليوم، بس مو عند الذكاء البشري وإنما عند الذكاء الصناعي. في كتير مصطلحات عم نسمعها هالأيام بتدور حول موضوع الذكاء الصناعي، منها مثلا Strong AI الذكاء الصناعي القوي، Weak AI الذكاء الصناعي الضعيف، Narrow AI الذكاء الصناعي الضيق، AGI Artificial General Intelligence الذكاء العام الصناعي. فخلينا نتعرف على معاني هذه المصطلحات سوا بهيدي الحلقة. الذكاء الصناعي بشكل عام هو أي ذكاء شو ما كان تعريفك للذكاء، ويستحسن هالتعريف يحتوي شوية تمييز أنماط وتعلم وتعامل مع بيانات جديدة بشكل فعال أكثر مع تطور الزمان، ويكون هذا الذكاء مهما كان شيء صغير ما دام هو شيء ملحوظ عند كائن غير بيولوجي، سواء كان روبوت ولا كان تليفون ولا كان بالجيميل سيرفيس تبعه، كله بيكون تحت عنوان عريض اسمه الذكاء الصناعي. طيب، ولكن كل هالامثله اللي اعطيتها بيكون فيها ذكاء بشيء محدد ومعين فقط. ولو اخذنا الخوارزميه اللي بتفوز عليك بالشطرنج وخليناها تلعب معك لعبه ثانيه وضلت تلعب معك وضلت تخسر وما عم تتقدم بشكل ملحوظ ابدا، هذا شو بنسميه؟ هذا بنسميه ذكاء صناعي ضيق، نارو اي اي. طبيعي تكون عم تتساءل هلا، طيب في ذكاء اصلا ما هو ضيق؟ ما كل الامثله عن الذكاء الصناعي اللي بنسمعها بتكون يا اما مثلا سياره جوجل صارت احسن من البشر بالسواقه، يا اما واتسون صار احسن من البشر بجيبردي، كل هي امثله على ذكاء صناعي ضيق. الحقيقه ايه، في هيك شيء وهذا اسمه الاي جي اي Artificial General Intelligence، الذكاء العام الصناعي. وكونه مصطلح الاي جي اي عم ينتشر استخدامه مؤخرا بشكل عام، وكونك سبسكرايبر ومتابع لريبلز قلت واجبي اعمل لك حلقه معرفك على مصطلحات الذكاء الصناعي بشكل عام، لانه مين غيري رح يعرفك عليهم يعني. طيب بير ويلكم. من اشهر الامثله الموجوده اليوم عن موضوع الذكاء العام الصناعي عن الاي جي اي هو شيء اسمه ديب مايند. بيحكي لنا واحد من الكوفاوندرز تبع ديب مايند يلي اسمه فطوم حيسبيس عن هيدا ديب مايند، بانه هدفهم منها كان بانه يعملوا مجموعه خوارزميات مع بعضها تنحط بعدة مجالات مختلفة بعدة فيلز مختلفة، تؤدي مهمات ووظائف مختلفة بشكل ذكي بدون الحاجة لأنه يقوموا بتعديل هالمجموعة من الخوارزميات بعد ما يحطوها لتؤدي الوظيفة الجديدة. يعني ما بيعملوا تعديلات محددة كرمال الوظيفة الجديدة مشان تؤدي فيها ديب مايند بشكل منيح. فالاختبار هيدا الديب مايند خلوها تلعب ألعاب أتاري يلي كنا نلعبها ونحن صغار، خلوها تلعب ألعاب مختلفة وشوف كيف رح تتطور مع الزمن. الدخل تبع الديب مايند وهي عم تلعب اتاري هو البكسلات على الشاشه، يعني بالضبط مثلنا احنا كبشر لما عم نلعب على نشوف اللعبه على الشاشه، نحن اللي عم نشوفه هو المعلومات البصريه اللي قدامنا. فلما بتلعب ديب مايند هاللعبه اللي شايفينها قدامنا، اول ما تلعب لسه ما بيكون الاداء بيفرجيك اي ذكاء نهائيا، كانه طفل عم يشوف الشاشه وما فهمان شو صاير حواليه وعم يحاول يلعب باللعبه. بعد اكس مره من اللعب بتوصل لدرجه ما بتضيع ولا ضربه وبتوصل للأداء الأمثل باللعبة مثل ما أنا شايفين. طيب، نفس هالمجموعة من الخوارزميات على لعبة تانية كمان أول شيء الأداء سيء جدا، بعدين بتصير قادرة تفوز باللعبة بدون أي تضييع بعد ما تلعب اللعبة 300 مرة بعد تدريب 300 لعبة، لكن بعد 500 لعبة توصل لحلول مثلى كليا. شوف مثلا هالحركة قديش مثالية لتحقيق أعلى سكور باللعبة. وطبعا جاري تطوير ديب مايند حتى لالعاب 3D وروبوتات وحتى اشياء محدده مثل اقتراح الفيديوهات اليوتيوب وغير اشياء. وشايف كيف اعظم الفيزيائيين النظريين بالعالم اليوم حلمهم وهدفهم بانه يلاقوا نظريه او موديل موحد يفهمنا العالم كله، حلم اينشتاين. برايي هذا صديقنا تبع ديب مايند حيسبيس بانه قد تكون الحلول المثلى لهذه المواضيع العلميه الفيزيائيه بانه احنا نحل بالاول معضله الذكاء الصناعي، وبس نعمل اي جي اي حقيقي رح يساعدنا كبشر بانه نقدر نحل هيدي المواضيع العلميه. وهو بتخيل بيوم من الايام رح يكون علماء البشر جنب علماء غير بشر عم يشتغلوا سوا بالمختبر ليلاقوا حلول علميه لمشاكلنا البشريه. وفيك تكمل التفاصيل بالفيديو الاصلي اللي بتلاقي اللينك تبعه بالديسكربشن تحت مع كل المصادر. اما هلا رح احكي لك عن اخر مفهومين حاب احكي عنهم اليوم. هاد بزماناته من شي سنتين باخر محاضره باحد الكورسات بماجستير الذكاء الصناعي قالت لنا البروفيسوره بانه اليوم رح نعمل ديبيت، رح نعمل مناظرة. فالقسم منكم يلي بيأمن بأنه الذكاء الصناعي رح يوصل بيوم من الأيام
قدر يقدر يجابه او يتفوق على الذكاء البشري، انتوا قعدوا بهيدي الجهة وراح نسميكم تيم سترونج اي اي. اما اللي ما بيأمن هيك قعدوا انتوا هون وراح نسميكم تيم ويك اي اي. يا حزرك انا بأي تيم كنت؟ واذا لاحظت بانه مفهومي الويك اي اي والنارو اي اي قراب من بعض، وبانه مفهومي السترونج اي اي والاي جي اي قراب من بعض، فالاي تبعك كان شغال تمام اليوم. وهون بتكون خلصت كل مفاهيمي اللي حابب احكي لك عنها اليوم. ان شاء الله تكون هالحلقه قدمت لك شيء جديد. وهلا اجى دورك تقول لي بالتعليقات، هل انت مع تيم سترونج اي اي ولا ويك اي اي؟ اذا عجبتك الحلقه اعمل لايك، اعمل سبسكرايب للشانل اذا حابب تدعمنا، واكيد اعمل شير، وننتقل بالحلقه الجايه. سلام.